لازم تعرفون شيء، ان الاستعانه بالاجنبي والغريب على القريب فيه مذله ومهانه. صدقت الحكي، الشر ما يجيب غير الشر. ونعم والله، ونعم والله، وهذا ينطبق علينا نحن اليمنيين. لو كنا قررنا نبعث رقبة عبد الملك الحوثي بأنفسنا كان أفضل، بدل ما نستعين بالأجنبي. جيران السوء ممالك النفط سامونا سوء العذاب، طلعوا أسوأ من الحوثي نفسه، طلعوا هم أصل البلاء، زادوا قوم من شوكته. بدل ما يساعدون للقضاء عليه بدعم حقيقي، شتتوا شملنا، مزقونا، جعلونا جزر متناثرة، كلا في فلك يسبحون. هذه نتائج الاستعانة بالأجنبي، والأجنبي لا يأتي إلا بالشر. عمر الأجنبي ما كان أحرص من ابن الوطن على وطنه.